احذر من الوقوع في العسل. سقطت قطرة عسل على الأرض، فجاءت نملة صغيرة فتذوقت العسل، ثم حاولت الذهاب لكن مذاق العسل راق لها، فعادت وأخذت رشفة أخرى، ثم أرادت الذهاب لكنها شعرت بأنها لم تكتفي بما ارتشفته من العسل على حافة القطرة، وقررت أن تدخل في قطرة العسل لتستمتع به أكثر وأكثر. دخلت النملة في العسل وأخذت تستمتع به، لكنها لم تستطع الخروج منه، لقد كبلت قوائمها والتصقت بالأرض ولم تستطيع الحركة، وظلت على هذه الحال إلى أن ماتت. يقول الحكماء: ما الدنيا إلا قطرة عسل كبيرة، فمن اكتفى بارتشاف القليل من عسلها نجا، ومن غرق في بحر عسلها هلك. أخي الحبيب، سينصب حول العرش منابر من نور، عليها أناس وجوههم نور ولباسهم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: المتحابون في الله، أجدد حبي لكم في الله، وأتمنى البسمة الدائمة على محياكم، وأسأل الله لي ولكم المغفرة من الذنوب، وأن يجمعنا على منابر من نور، وأن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.